الماسي برفين، رح احكي معكم شغلة. بابا هلا دق لي وقال انه جايب معه هدايا لإلكن. جايب هدايا لألمازي وبرفين، قال لي غمضيلن عيونن وهلا بس وصلت رح يشوفوا شو هن الهدايا. انتو متحمسين؟ متحمسين تشوفوا الهدايا؟ هلا بس بابا يجي، نستنى بابا ليجي. ايه بتغمض عيونك بس بابا يجي بتشوف شو جايب لك هدايا. ماشي ماشي، مو هلا، استني لسه بابا ما اجى. هلا بس بابا يجي بنشوف شو هن الهدايا. وهلا رح نستنى ابوك ليجي لنشوف شو جايب لكم هدايا. اجا بابا. سكروا سكروا عيونكم. يلا 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 نشوف ابوكم هلا شو جايب لكم هدايا. شو جايب للاولاد هدايا؟ وين الاولاد؟ خلي غمضوا عيونهم. غمضوا ما تفتحوها؟ غمضوا. والله شو جايب؟ هلا بفرجيهم. تعبرك هون انا واصوركم. هلا بفرجيهم. ورجيهم اشوف. اوه من الكيس مبين فيه شغلات كتيرة. معبى هدايا. لألماز وبرفين جايب؟ لاثنين. ايه. خليه يفتحوا. خليه يفتحوا. الماز افتحي ماما، خلي يفتح الهدية ولا شوي خلي يتحمسوا. لا خلي يفتحوا، حرام حرام. يلا تعب تعب. شو جبت لكم؟ تعب. بروك انت هون، بروك بروك هون، افتح عشان تفتح الرواق. يا انت جايب لكم هدايا بابا. تعالوا هون، وقفي هون، وقفي هون، ايوه وقفي هيك. واو والله عن جد مبين شيء كثير. ها هاي جيلاتي برفي. ياي ما احلاها. اشوف ورجيني. واو والله كثير حلوه هاي لبرفين. والله ذوقك كثير حلو. هاي حلو. عرفت اللي بعد شراء. يا عمري. وشو الالمازه؟ بتحب لون الالمازه؟ احمر احمر. ما خجلنا. هاي مو احمر، خمي. فوشي. ايه المازة شوفي. والله طبيعة المازة كتير حلوة وكابرية. ايه. اشوف المازة. مين كمان حلوة؟ تتا. يا عمري. ايش جايب لهم كمان؟ كمان. اشوف. اي ايه والله كتير حلوة. ولا هدول اللي على جيابك كمان. اشوف. اوه والله حلوين. فرو. ذوقك كتير حلو والله. ثلاثة والله كتير كتير حلو والله. كتير اكابر وحلوين. ايش في كمان؟ المازي برفين لسه في كمان. هاي البنطلون يعني ده برفي. واو حلو. عجبك ياسا؟ ياسا ما بابا ايه جبته هيك شوي كبير. ابو يلا شكرا. هلا بتربطيه بصير حلو. والمازة المازة جبت. ورجيني بيطلع حلو. ايه والله الاسود ايه بيطلع كتير حلو. اكابري الاسود لك ملك الالوان. اثنيناتهم حلوين والله. ورجيني. اوه حلو بس كتير حلوين. ورجيني امسك اغراضك. كل واحد يمسك اغراضه. ايش كمان جايب لهم؟ هاي لبسي. هاي لبرفين كنزة. والماس كمان اجى الشتا يعني طلع. واو والله كتير حلو. ورجيني هاي البرفين. هاي البرفين لألمازة. برفين هاي زهري وابيض واسود وابيض. وهاي الألمازة. والله كيف حال فرح؟ بالحب كيف بالحب. كتير حلوة والله. طبيونة يا متي. طقم صليتها طقم. ايه حتى بالبقى على بطرون الجنز هالاسود حلو. خلصوا 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 الهدايا. هلا بقى اجا وقت مرحلة تلبسون. هلا ايسيا وشوفي شلون تمام. ايه اذا صغير كبير مبهدلون. اوكي. يا عمري. وهلا خلصوا لبس. هلا برفين رح تجي وتورجينا ثيابها. يلا بفا تاي 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 تاي. اشوف وقفي هون. اوه ما شاء الله كتير حلو. ما ليه بقلمه؟ ايه كتير حلو. ورجينا بابا.
والله ذوقك كتير حلو بجنن والله، حتى قياسه كمان. تعال نجرب الجيليتي كمان شلون بيطلع. ايه هي القلمة؟ ايه لإلي. يلا بس الجيليتي بركي نشوف شلون بيطلع هيك هون. ايوه يا عيني. واو والله حلو كتير والله. لبقت لك كمان. هات ايدك هون كمان. اخيل الزهر البقر قهر. زهري حلو لونه. سكر لها السحاب كمان نشوف هيك. اوه والله يا بفو، بس بدك هالثلجات وتطلعي لبرا. بدها ثلج جو ثلج. اي والله. يا عمري شط فرحانة، شفت شط فرحانة؟ يلا. اوه اشوف؟ تعال عندي برفين شوي. اوه وقفي. اوه اوه شو هاي هاي، شو هالصبية هاي؟ شو هالصبية الحلوة هاي؟ تيري لورا؟ يا سلام. يلا روحي بركي جنب بابا، هلا بصير دور المازة. وهلا دور الملكة الماسة. تعي يا عمري. اوه احلى. ما شاء الله يا روحي. كتير ليبل اسود عليها على فكرة. هلا الجزز ما بلبق، هذا الاسود بلبق اكثر. ليبل عليها ولا لا بالتعليقات؟ واو المزه عجبوكي؟ حلوين؟ نجرب لها جيليتي المازه. بس جيليتي المازه اتقل من تبعت برفين ها؟ هيك فروه اكثر. يا سلام. يا سلام. يا سلام. حلو. المازه وين بدك تروحي هلا؟ بالدرج. لوين؟ على الثلج. على الثلج. ما في ثلج لسه ما في. عندها هيك كمان هيك. اه كبسونات بسون؟ لا الفوق لا ما بدها، بس تحت. بس عن جد عن جد كثير كثير حلوين. وبقولن كثير كثير. خلص عيفة عيفة. يعني ساعة تجي شو بدك اشوف؟ تعي تعي اشوفها وقفي هون. ايوه ايه. ما حطيت هيك بزلتات كويس. ايه ما حطت ايدي. اه هاي مشان اذا اجى هوا بارد تحطي ايديكي. بعدي خلي برفين نشوف المازه. تعي شوي رجعي لورا المازه روحي. قربي قربي شوي كمان. اوه بنتي صايره صبيه ما شاء الله. ديري ديري اشتري المازه. اوه والله جاي عليهم حفر وتنزيل. وهيك برفين عطائيه. اوه بفو بفو بدها تاخذ الساحه. يا عمري بدها تاخذ الساحه. انا كتير حلوين برفين. قولي لازم نشوف كمان. تعي نشوف. قولي لبابا الله يرزقك، روحي بوسي ايده. بوسي ايد البابا يلا. لا ما بده. بده شو ما بده؟ المازي لي الله يرزقك يا بابا. لا 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 لا. بابا. على فكرة المازي لها كبسونة عند الطاقية ها؟ لها هون مشان الهواء. المازي نزل راسك. لا تخنق. لا لا في كلها في كلها يا عمي. عجبوكي المازي؟ خلص شلحي الجلاكيت كتير شوب. ياسون تمام. ايه ياسون والله نظامي كتير كتير مناسب لألون كتير حلوين. سلم ايديك يا رب الله يرزقك. تعيش وتجيب لهم ان شاء الله. هذول اولادنا يعني ايش هنسوي؟ ايه والله المهم هاي الفرحة هاي بس لحالها بتكفي. اهم شيء هيك الاولاد يفرحوا وينبسطوا. يا عمري يلا شوبتوا. شلح لي ياسر. شوبوا. يلا هلا بنشلحهم وبنضبهم بس نطلع لبرا بنلبسهم. اوكي. اوكي بس البس هيك. يا عمري لك شد فرحانة وشد لبالك هاللون. وشد لبالك كمان. ما بديش لحول. اوه في عليها قلوب حب على الكم. رجعي لورا انا ما عم بشوفها سوا. ايوه ياي كثير حلو والله. وفراشه وقلب الحب والله. واو الا لبابا يسلموا ايديك. الله يسلمك. الا لا توسي ايدك. الله يسلمك يا زفين. يلا ما بديش لحوم ها؟ ما عبالهم شلحوا ما راح يشلحوا. ولهون حبايبي بيكون انتهى الفيديو. هاي كانت الهدايا اللي جابوها هيثم للاولاد وكثير انبسطوا مثل ما شفتوا. اهم شيء
حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل شيء. ايوه اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حطوا لايك حطوا لايك وباي باي.